السلام عليكم ورحمة الله الإخوان، أسعد الله مساءكم وكل أوقاتكم إخواني. يعني هذا إعادة للفيديو أمس، يعني لم يطلع به صوت، لا أعلم لماذا. المهم إخواني، هذا الفيديو مخصص للإخوة والأحبة من يراسلوننا بصور ضيقة هكذا بغرض التحليل. يعني لاحظوا معي إخواني كيف تكون يعني منظومة تسلسل الإشارات، وهذه الإشارات يعني خاصة بالحقبة الوطنية الرومانية إخواني. هذه عبارة عن نقطة التثبيت. فرجائي من الأحبة من هم مهتمين ومن هم هواة أن يتابعوا الفيديو إلى الأخير. مرحبا من جديد إخواني. لاحظوا معي يعني هذا الجر، يعني عبارة عن جر كما سبقت وقلت، يعني الصور يعني لا يمكن لأي شخص تحليل بصورة ضيقة هكذا. فلاحظوا معي يعني هناك جرن مملس، جيد أنه يتضح لأنني انتظرت حتى الغروب لكي يظهر الجرن. لاحظوا الجرن مملس جيدا، وبه يعني به تفاصيل، به وصف يعني كيف سوف تجد ذلك الإخفاء، بهذه الطريقة هكذا. لاحظوا معي يعني هنا سوف نحاول أن نتكلم يعني بلسان ذلك الحقب الروماني الوطني. لاحظ يقول واضح هذه الإشارة أن هناك، مبدئيا أن هناك جرن مغلق يعني به تمانة، وهي هذه التمليسة يعني، وبه احتواء يعني جانبي، احتواء جانبي. لاحظوا وضع لنا هنا فتح يعني فتح للتوجيه مباشرة، وضع أمامنا فخ قاتل. هذا الفخ يعني هذه الصخرة يوجد يعني تحتها فراغ. كيف علمنا أن هناك فراغ؟ يعني من يعني فئران الحقول، يعني هنا فراغ شاسع. لاحظوا هنا يعني هناك انهيار للتربة إلى الداخل. يعني أمس يعني عندما وضعت الفيديو بدون صوت كان هنا يعني انجراف إلى التربة إلى الأسفل. المهم إخواني، باتجاه هذا الفتح مباشرة وضع هذا الفخ، لكن هذا الفخ هو عبارة عن وصف يقول لك الهدف المنشود بهذا الشكل. يعني لاحظوا وركزوا على هذه الصخرة. المهم لاحظوا الحقبة الوطنية الرومانية، يعني من الحقب التي استعملت رأس السهم. وأيضا يقول لك، يتكلم هذه يعني ترجمة إلى الرسالة التي تركها هذا الحقبي. ستجد حراسة، لاحظوا شكل الحراسة كيف. أيضا ركزوا على هذا الموضوع. المهم سوف نتوجه بهذا الاتجاه. يعني بخط مستقيم نصل إلى هذه الصخرة. وضع لنا وصف ثاني يعني لتعزيز التثبيت. وضع هذه القطعة وهذه القطعة، وشكل أيضا شكل تلك الصخرة المطلوبة. المهم سوف نتبع هذا السيال. لاحظوا وركزوا إخواني، السيال صناعي وليس بالطبيعي. يعني الإخوة المبتدئون يميزون أن هذا السيال صناعي، أيضا بخط مستقيم. مباشرة إخواني، الآن تجاوز مرينا من الإشارة الرئيسية ثم الإشارة التوجيهية إلى الصخرة. تذكرون تلك الصخرة؟ لاحظوا إخواني شكل الصخرة قوسي، يعني والصخرة كاملة يعني على ذلك الشكل، يعني بها تجسيم إلى ذلك الشكل. المهم هناك العديد والكثير من الإشارات. لاحظوا كيف كثير من الإشارات. كلها صناعية يعني بغرض التمويه، لكن هنا يكمن السر. لاحظوا إخوان القطعتين التي وجدناها بالإشارة الثانوية يعني التوجيهية. لاحظوا يعني نحن الآن في النقطة الصحيحة، لكن أين هي نقطة الصفر؟ يعني بالنسبة لهذه الصخرة كاملة أين هي هذه النقطة؟ نقطة الصفر. فلاحظوا معي أيضا يعني من فوق كيف الصخرة التي وضعها كفخ
وضعها كفخ يعني هي عبارة عن وصف للهدف المنشود، الهدف المنشود. فهدفنا هو عبارة عن تجويف، تجويف يعني مغطاة بهذه الطريقة. سوف نرجع إلى الجهاز إخواني، لأن هناك لا زال هناك تسلسل. لم أتكلم عن الموضوع عندما قلت لكم برأس السهم هناك حراسة. لاحظوا اللمسة الكهنوتية، يعني هذا الوثني يعني وضع هذه الفكرة يعني عن طريق الكهن يلجؤون، كانوا يلجؤون إلى الكهن يعني بالمقابل ليعطيهم يعني منظومة كيف يضعون إشارات متسلسلة وكيف يعني يضعون أشياء خاصة بهم هما ليرجعوا إلى المكان. لكن ولو أننا نرى أن هذا الموضوع أنه سل، لا إخواني ليس بالسل. لو أتى أي شخص لم يبحث في الموضوع جيدا سوف يحفر في تلك الصخرة التي وضعها عبارة عن وصف. المهم إخواني سوف نرجع إلى هذا المكان. يقول الوجه الحارس، يقول لاحظوا هذا السيال، يقول أن الهدف الصغير يعني الهدف الخاص بإله العبور، نعم إله العبور بهذه الناحية. لاحظوا إخواني مع العلم هذا المكان كان مغطاة بالتراب يعني بوسائل يعني التعرية والأمطار إلى آخره كشفت هذه الصخرة. سوف نتبع أيضا هذه العين، يمكن أن نقول أنها عين، وأعطتنا هنا أعطتنا يعني موضوع استطالة. هناك قبر مع توجيه، لاحظوا السيالين أيضا صناعي. الكل يميز ما بين صناعي وما بين طبيعي. موضوع آخر هناك إشارات إيحائية، إيحاء تجسيم إيحائي، فهذا لن يختلف عليه اثنين، هو عبارة عن وجه أو رأس ينظر. لاحظوا أيضا ليس هناك إزاحة لا هنا ولا هنا، سنتبع هذا العين مباشرة. لاحظوا إخواني وركزوا وتمعنوا، أنا أعلم أن هناك العديد من الإخوة لا يؤمنون بهذا الموضوع، هم أحرار، أنا لا أتكلم عبثا يعني بحكم الحمد لله نبحث وندرس مواضيع الديانات القديمة والأفكار الوثنية للحقب الغابرة إخواني، ونشاهد باستمرار ونتعلم باستمرار ولا نقول على أنفسنا يعني خبراء، فنحن لازلنا تلاميذ. لن تعيقني هذه الإشارات يعني جميعها، لن تعيقني، هناك إشارات مهمة لكن كل إشارة لها مدلول خاص. تذكرون إخواني تكلمت يعني قبل عدة سنوات على هذا القبر الخاص يعني بالحقب الوثنية. لاحظوا التدفين المثلث، أيضا هناك وجه للحراسة، أيضا تذكرون الموضوع. لاحظوا كيف هو يعني وجه يعني بمواصفات، مع أن هناك رصف بشري لن أعيره انتباه. مباشرة يعني هنا قبر صاحب وليس بصاحب ذلك الران، يمكن أن نسميه ران، وهو ربما من وضعه من أهل يعني المقبور أو من طرف الكهان يعني تقربا إلى إله العبور أو موضوع آخر أيضا، لأنهم يؤمنون بأن هناك حياة ثانية ما بعد الموت. سوف يرجع ذلك المقبور يعني ويستفيد من تلك المقتنيات المدفونة، يعني الموقع مالي بالمقتنيات يعني العقائدية، إما عندما يعود إلى الحياة حسب معتقد الوثني، أو كقربان أو هدية إلى الآلهة آلهتهم. فسبحان الله عما هم يشركون. أحد إخواني هذا عبارة عن قبر وتتبيته، ولا تنسوا هذا الموضوع كان مطمور،
كان مطمور عوامل تعريه تكشف لنا كل هذه المواضيع بنفس الاتجاه المثلث. لذلك قلت ان هناك ليس بهناك يعني بهديه الالهه او مقتنيات التي سوف تنفع ذلك الميت للرجوع للحياه الثانيه، لا بل اكثر من ذلك. ولو ان هناك ظلام، لاحظوا اخوان اشاره من اشارات الرعنات، لاحظوا هنا توجيه وهنا يعني هناك يعني وصف لمقبور ثاني، سوف نتبع هذا التوجيه الاول وايضا نرجع الى هذا. ولو انني لا احب ان اطيل في فيديوهاتي، لكن سوف يعني نصبر قليلا. مباشرة إلى هذا الجرم أيضا الذي هو على شكل قوس لا يأخذنا. هناك يعني أكيد هناك تسلسل للإشارات، يعني كما قلت في هذا الفيديو خاص للإخوة من يرسلون صور ضيقة هكذا، صورة هكذا، فلاحظوا إخواني التثبيت الثاني. ومع ذلك أن ما زال لدى هناك أشياء، هناك مدينة بأكملها، مدينة أثرية يعني ليس بإمكاننا نحن كشباب عرب يعني أن نتكلم في هذا الموضوع، أو يعني هذه إخواني كهواية كما أقول دائما، يعني لا نحفر ولا نحرض على الحفر، فقط هي كحب وبحث واجتهاد في الموضوع. هنا إخواني بئر، لازلت في موضوع الدراسة، لم يعني لا أعرف ما الموجود وما المقصود، لكن تكلمنا على الموضوع الأساسية عند إكمالي للدراسة للموضوع، سوف يعني أنشر مع أشارك مع أحبتي الجديد، ونسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع، وكل التحية لكل الإخوة الباحثين. وأيضا هناك يعني أصبحت أرى هناك عنصر حاضر معنا يعني باجتهاد كبير، عنصر النسوي، يعني هناك العديد من الأخوات يعني تبارك الرحمن يعني سبحان الله يعني لا في علم الأصياخ ولا في دراسة موضوع الإشارات والحقب القادمة، فكل التحية والإحترام لجميع الإخوة والسلام إخوان. عذرا إخواني نسيت موضوع الجهاز، سأكمل الموضوع. لاحظوا إخواني سأجعله بشكل طولي لكي يعني هناك مشككين، دائما هناك مشككين. مع العلم إخواني كل الإخوة الذين يرسلونني في الخاص على أساس يعني أن يعرفوا القطع، فالقطع سوف أنشرها على العموم إخواني، من الأفضل يعني سوف تنشر للجميع، ونسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع. يمين يسار، لكن كما قلت مسبقا أحس بالحركة القوية باتجاه يميني الآن، هنا أحس بها باتجاه يساري الآن، لكن المسكة الأساسية إخواني هكذا. ستجربون الموضوع بأنفسكم إخواني أكيد يعني في هذه اليومين إن شاء الله تعالى، والسلام إخواني.